عشان انت حل هومورك يونت 3 جزء خاص بالفوكابولري. We need to find new solutions for our محتاجين نجد حلول for our growing world للعالم المتزايد بتاعنا. No one's United Nations طبقا لولايات الأمم المتحدة there will be almost 10 billion people يبقى في حوالي 10 مليار شخص في العالم بحلول 2050 طبقا ليه يعني according to as a reason نتيجة لذلك بعدها جملة كاملة زي ما انت شايف we will have تعبيرات اليونت however farmers don't have space الفلاحين ما عندهمش مساحة to not more livestock and grow crops to keep livestock يعني يربي المواشي not our animals تعريف كلمة livestock هي حيوانات زي الكاوز والشيب not they will need هو يدي لك زي فعل will need فعل يبقى هنا هتختار instead of ولا instead بس طبعا instead بس we believe that this what is required احنا نؤمن ان هذا هو ما مطلوب if we are to achieve environmentally not development لو احنا عايزين نعمل تنمية sustainable مستدامة increasing food production زيادة انتاج الطعام will not producing a wider variety of food will not producing سوف تتضمن انتاج المزيد من الطعام how would you feel about فينا about نعمل بعدها فعل مضاف له ing eating a burger not is a flat round piece of finely cut beef ده تعريف كلمة البرجر scientists think that burger العلماء بيعتبروا البرجر grown in a laboratory اللي بيتعمل في المعامل could be more sustainable ممكن يبقى sustainable أكتر من اللي بناخده من livestock من المواشي الطازة Some of the people who have eaten these burgers بعض من الناس اللي أكلت البرجرز دي say that they can't يميز الفرق يعني tell the difference وإن التعبير مهم جدا Not from the United Nations مين من الأمم المتحدة have found that some kinds of agriculture اكتشفوا إن بعض أنواع الزراعة are seriously damaging the land بتدمر التربة researchers الباحثين He was not injured. Injured صفة معناها مصاب. وإيه الكلمة اللي بتوصف الصفة هي الحال يبقى seriously injured يعني مصاب بشدة. If farming continues to cause so much damage لو الزراعة استمرت في إنها تسبب ضرر مش هيبقى في أرض كافية لإنتاج الطعام. Much بعدها اسم much الكثير من الدمار. In Europe most of the damage معظم الدمار is not farmers using too many chemicals هو بسبب ان الفلاحين بتستخدم too many chemicals do too معناها بسبب they will need to find new ways of maritaron ومجر طرق جديدة to help the crops go عشان يساعدوا المحاصيل بتاعتهم انها تنمو without having to use so many من غير maritaron ويستخدموا chemicals كتير مواد كيميائية In the future we can expect that farmers في المستقبل نقدر نتوقع ان الفلاحين in southern Africa في جنوب افريقيا او افريقيا الجنوبية will be using not هيكونوا بيستخدموا حلو السؤال ده innovations يعني طرق مبتكرة اكيد هم مش هيستخدموا الابتكار innovative مبتكر ولا هيستخدموا مخترعين في التكنولوجيا أشياء مبتكرة في التكنولوجيا. Not the old wallpaper and fill any holes in the walls. Remove طبعا فعل عام يزيل الورق الحائط ده ومن الفراغات. The world has been not millions of trees. العالم بيفقد الملايين من الأشجار من الغابات المطيرة missing. لا مش missing sorry losing يعني يفقد. Many trees get not الكثير من الأشجار بيحصل لها إيه؟ So that we have wood to make furniture بتقطع تقطع يعني cut down Trees are cut down الأشجار بتقطع to not furniture لصنع الأساس يبقى to make furniture كي تصنع الأساس حوالي 60% من الغابات المطيرة حوالي يعني around Approximate كانت تبقى صح لو approximately
The government, الحكومة started working with local farmers ابتدت تشتغل مع فلاحين محليين and نقعد زين وأقنعتهم إن هم يعتنوا بالغابات المطيرة. Persuaded يعني أقنعتهم. The local people, الناس المحليين started to not more money, ابتدوا يكسبوا فلوس أكتر أو يربحوا يعني make money يعني يكسب زي earn money كده. The operation was a great وحطت ايه هنا طبعا فمحتاج اسم اللي اسمه هو success العملية كانت ناجحة. Things got not الأشياء أصبحت ايه in other parts of the world في أجزاء أخرى من العالم such as the Amazon forest زي الغابات المطيرة بتاعت الأمازون got worse أصبحت أكثر سوءا يعني. As the golden eagle لأن النسر الذهبي is a not species هو فصيلة ايه انت ممنوع طبقا القانون ان انت تروح بالقرب من العيش بتاعها يبقى protected species يعني فصيلة محمية protective يعني حامي هي الفصيلة دي محمية مش حامية. It's not that you should make exactly the same mistake again حاجة غير عادية ان هو يعمل نفس الخطأ مرة تانية extraordinary يعني غير عادي. نقط الزاوية هي طريقة to grow plants زراعة النباتات بدون استخدام أي تربة ده تعريف كلمة hydroponics. Hydroponics اللي هي الزراعة في المية. النقط is a very large animal أو حيوان ضخم that lives in the sea بيعيش في البحر مفيش غيره الويل الحوت. Hydroponics الزراعة المائية uses a lot less space بيستخدم مساحة أقل من الزراعة العادية. And not it also uses less water وبشكل مدهش هي بتستخدم مية أقل surprisingly يعني بشكل مدهش surprising مدهش ممكن نقول it is surprising و surprising مندهش. There was algae وكان في طحالب and seaweed اللي هو عشب البحر growing on the top layer of bubbles. Some people, بعض الناس argue that تناقش أو تجادل that hydroponics الزراعة المائية ليست جيدة للمزارع الكبيرة. He struggled وناضل to swim against عشان يسبح ضد التيار اللي هو يعني تيار. المناطق في كلمة river عكسها urban ريفي عكسها حضري. They will be using flat roofs وما يستخدموا أسطح flat gardens and not spaces طب موجودة في التعبيرات ومركز لك عليها جدا open spaces يعني اماكن مفتوحة تو بعدها فعل ماله في المصدر يبقى تو conclude لكن لو conclusion كانت تبقى in conclusion. I'm thinking about becoming a not انا بفكر ان اكون ايه انا مش بحب اكل سمك ولا لحمة يبقى vegetarian نباتي. We have had a long period of low rainfall. قد مدة طويلة من انخفاض منسوب نسبة المطر. Not farming تعني الزراعة انك تقدر تزرع حتى في المدينة. Urban farming. زراعة في المدينة يعني. The farmer keeps a lot of متكررة دي livestock. في بعض المناطق فيش is not sustainable متكررة برضو. Some science بعض العلماء believe that بيعتقدوا ان more people الناس اكتر سوف تكون بتاكل seaweed في المستقبل سوف تكون بتاكل يبقى will be eating around 30% حوالي 30% من المصريين working in farming بيشتغل في الفارمينج هو ايه تاني agriculture زراعة. It's not to use petrol in cars ليست حاجة ايه انك تستخدم بنزين في العربيات. As one day لأن في يوم من الأيام we will have no more oil مش هيبقى عندنا المزيد من البترول. It's not sustainable ليست حاجة sustainable مستدامة. My uncle keeps not on his farm بيحتفظ بإيه في الفارم livestock مواشي. The weather has been very good for the cotton crops الطقس مناسب لمحصول القطن. Food not went up إنتاج الطعام زاد بعد ما الشركة استخدمت معدات جديدة production يعني انتاج. technological not means that we can now make seawater
saved doing technological innovation. الابتكار التكنولوجي خلى ان احنا ممكن نخلي ميه البحر امنه للشرب عن طريق انه بيعمل لها تحليه. The north of Cops, اي حاجه من زي واوف دايما تبقى ناون، يبقى the variety of Cops، تنوع المحاصيل. The north of Egypt is going by nearly 2% a year. سكان مصر بتزيد معدل ال 2% سنويا، population يعني سكان، انما دي تلوث. The world is getting hotter and this causing climate العالم بيزداد حراره وده بيسبب climate change تغير مناخي. More farmers المزيد من الفلاحين will be using هيكونوا بيستخدموا sustainable not to improve farming sustainable techniques اساليب مستدامه. I would like to try eating انا هجرب ان اكل seaweed عشب البحر. I think it's very healthy اعتقد انه healthy. In hydroponics, في الهيدروبونكس you don't need any nut مش محتاج اي soil تربة. Your words are strange كلماتك غريبة they don't make any sense ملهاش اي معنى. According to science طبق العلماء nut sea level ارتفاع منسوب المياه البحار سوف يغير طريقة اللي بنزرع بيها الطعام rising sea level يعني ارتفاع مستوى سطح البحر. Rising يعني ارتفاع، rise لو تفتكر قلنا معناها يرتفع، انما raise يعني يرفع. انا عايز اقول ارتفاع منسوب المياه بتاعت البحار مش رافع منسوب، انت مش بترفع منسوب البحر. We must encourage يجب ان احنا نشجع الايه؟ لو عايز الشركه تفضل كومبيتيف تنافسيه نشجع الابتكار. In 4 weeks time احنا قلنا ما بين ان وتايم لو جايه مده جنب يبقى اخرها اس اصلا تحط ابوستروف فقط. لو هي مده مفرد يعني ويك ان ا ويك تايم هي ويك مفرد ساعتها تحط ابوستروف اس. تولي الحكومه اهتماما كبيرا بقضايا المراه وذلك بتوفير التعليم والرعايه الصحيه والاجتماعيه من خلال بعض المشروعات القوميه. The government pays great attention to women's issues by providing education, health and social care. اللي بيقول لي social call او الوحده غلط. The government pays great attention to women's issues. طبعا هو women هنا مجموعه طبعا ما ينفعش women ده اصلا جمع. The government pays great attention to women's issues by providing education, health and social care through some national projects. هنا national وهنا international. وقومية يبقى international غلط والإجابة هي C. يجب علينا احترام الكبار واتباع نصائحهم. فخبرتهم بالحياة كنز ثمين لا يقدر بثمن. We all must respect the elder يجب ان نحترم الكبار and follow their advice نتبع نصيحتهم. The experiences in life are a priceless treasure. جملة زي الفل. طب هنا غلط ليه؟ لأن بيقول لي value. The values مش معناها لا يقدر بثمن ده معناها عديم القيمة. ودي unavailable غير متاح. طب ما دي invaluable. Invaluable دي معناها قيم يعني تنفع أو ذو قيمة. بس ازاي لما هنا مكتوبة غلط و advice نصيحة مكتوبة غلط مكتوبة بالاس المفروض بالسي. Learning is a never stop. التعلم هو عملية لا تتوقف. Lifelong learning التعلم مدى الحياة helps people بيساعد الناس to get the skills انها تحصل على المهارات which helps them بتساعدهم get promoted انهم يترقوا. طبعا get promoted يعني يترقى. الجامعة تبقى آخر واحدة. هنا مرة ده جامعة ترويج وهنا الترويج برضه وهنا الترفيه لكن هي الترقية طبعا. عقدت كثير من المؤتمرات الدولية لمحاولة إيجاد حل لمشكلة الاحتباس الحيوي ولكننا حتى الآن لم نجد الحل الأمثل. Many international conferences الكثير من المؤتمرات الدولية have been held عقدت. حلوة have been held دي. طبعا هنا بيقول لك had held كده معناها الاجتماعات هي اللي عقدت. هنا بيقول لي have held برضه الاجتماعات هي اللي عقدت. Have been held يبقى كده نفكر في A و D. طيب تعال نكمل. To find a solution for global warming global problem ولا global warming احتباس حراري؟ يبقى global warming مش problem. Development of industry تطوير الصناعة والزراعة
is our only hope وعملنا الوحيد for increasing national income زيادة الدخل القومي and raising the standard of living for all members of society. تنمية الصناعة والزراعة طبعا هنا ترجمة الثقافة. أمانة الوحيد لزيادة الدخل القومي هنا ترجمة الدولي ورفع مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع. تنمية الصناعة والزراعة أمانة الوحيد هنا مكتوبة تنقية المفروض طبعا تبقى تنمية اللي هي بيتنوات. When an old cave is discovered لما بيبقى فيه كهف بيكتشف in south of France في جنوب فرنسا it's not usually news محدش بيعتبر ان دي اخبار rather it's an ordinary event بيعتبره حدث عادي. Such discoveries اكتشافات زادية are so frequent متكررة أصلا these days that hardly anybody pays heed to them لدرجة محدش بيهتم أصلا. However when the Lasix cave لكن في كهف اسمه Lasix complex اسمه كده اكتشف سنة 1940 the world was amazed العالم كان مندهش ليه عم painted directly on its walls لأن على جدرانه كانت مرسوم hundreds of scenes المئات من المشاهد أو الرسومات showing how people lived thousand years ago بتوضح إزاي الناس كانت عايشة من آلاف السنين. The scenes المشاهد show people hunting animals بتوصل الناس وهي بتصطاد حيوانات such as bison زي حيوان البايسون تعبان أو wild cats أو القطط البرية. Other images وفي صور أخرى depict يعني بتوضح depict يعني بتوضح الطيور birds and the most noticeably وأكثر حاجة ملحوظة هي الهورسز الخيول which appear in more than 300 wall images اللي هي ظهرت الخيول دي في أكثر من 300 صورة by far outnumbering all other animals وده عدد يتخطى عدد باقي الرسومات بتاعت الحيوانات الأخرى. Early artists الفنانين القدامى drawing these animals اللي رسموا الحيوانات دي accomplished a monumental and difficult task كانت مهمة صعبة بالنسبة لهم زي هنا عايدة على ال early artists الفنانين القدامى. They didn't limit themselves to the easily accessible walls هما بس ما حددوش نفسهم في الأماكن اللي سهل الوصول إليها بسهولة لا but carried their paintings material لكنهم حملوا المواد بتاعة الرسم بتاعتهم to spaces لأماكن that required climbing steep walls كانت تتطلب ان هم يتسلقوا جدران شديد الانحدار or crawling into او حتى بيزحفوا في ممرات ضيقة in the Lasix complex في كهف Lasix. Unfortunately لسوء الحظ the paintings have been exposed to destructive action. الرسومات دي تعرضت لحدث مدمر of water and temperature changes بسبب تغير في درجة في المية ودرجات الحرارة which easily wears the images away wear معناها بيجعلها تتآكل خلي الرسومات تتآكل because the Lasix caves have many entrances لأن الكهف ده أو الكهف دي ليها مداخل عديدة. A movement has also damaged the images inside. حتى حركة الهواء دمرت الصور اللي بداخل الكهف. Although they are not out in the open air على الرغم انها مش ليست في الهواء الطلق where natural light would have destroyed them a long ago إلا لو كانت في الهواء الطلق كان ساعتها الضوء ده دمرها من مدة طويلة فاتت. Many of the images الكثير من الصور have deteriorated تدهورت and barely recognizable بالكاد يتم التعرف عليها. To prevent further damage عشان نمنع مزيد من الضرر the site was closed الموقع ده أغلقه توتوريس على السياح في 1963 ما يوش حد زوره تاني 23 years after it was discovered بعد 23 سنة من اكتشافه. أفضل عنوان بيلخص الفكرة الرئيسية هل وايلد انيمالز ان ارت الفن بتاع الرسم الحيوانات البريه ولا هيدن بري هيستوري بيندينجز ولا رسومات ما قبل التاريخ المخفيه ولا اكسبلورنج كيفز ريسبكتفلي و
ولا استكشاف؟ طبعا هنا نرجع تاني، في حاجات هنا علاقه بحاجات، ولا استكشاف البروف بشكل محترم؟ طبعا دي اكيد مستبعده. ولا تيرمينج ذا ايج اوف فرنش كيلز، ولا تحديد عمر الكوف الفرنسيه؟ وايلد انيمالز ان ارت هي انسب اجابه طبعا لرسومات بتاعت الحيوانات انا اللي كنت بتكلم عنها. سو يا جماعه مش هتبع وايلد انيمالز، لان هو هنا بيقول لك اكتر رسومات كانت اصلا الهورسز، والهورسز دي مش حيوان مفترس، هي هيدن تو هيستوريك بيندينجز، رسومات ما قبل التاريخ. What does the passage say happened at the Lassex Caves؟ الرسومات الباسج بتوضح ايه اللي حصل في كهف لاسكس في 63. Visitors were prohibited from entering، منعوه في سنة 63، ده يوم ما اكتشفوه اصلا، لا ده بعدها 23 سنة. A new lightning system was installed، تم عمل نظام ضوئي يعني جديد، لا. Another part was discovered، تم اكتشاف جزء جديد. ولا a new entrance was created، ولا عملوا مدخل جديد. على نشوف كده. Another part was discovered، هنشوف برضه في الأول قطع. Results and ordinary events such as cover frequent Lassex Cave complex was discovered 1940، هو تم اكتشافه في 1940، لكن في 63 لا تم إغلاق الزوار، بقى ممنوع إن هما يزوروا. نفس الجملة ايه؟ was close to tourists، اتقفل على السياح. طبقا للباسج، what is probably true about the south of France؟ ايه الحقيقي بشأن جنوب فرنسا؟ it is home to animals، mountain الحيوانات نادرة؟ لا. it has large number of caves، في عدد كبير من الكهوف. ولا it is known for horse riding events، مشهورة بسباقات الخيول. ولا it has attracted many famous arts، ولا كانت تجذب الفنانين. طبعا هي الاجابه اللي فيها كهوف كتير، لدرجه ان لو اكتشفوا كهف مش بيعتبروه حدث عادي، عادي يعني بيحصل كتير. طبقا للباسج، which animals appear most often، ايه اكتر حيوان مظهر في الرسومات؟ هورسز طبعا. كلمه ديبكت معناها ايه؟ قلنا يوضح. شو why was painting inside the Lassex complex a difficult task، ليه الرسم جوه الكهف كانت مهمه صعبه؟ لان كانت الدنيا ظلمه؟ لا. The caves were full، كانت مليانة حيوانات مفترسة؟ لا. Painting materials were hard to find، كان صعب إيجاد المواد الرسم؟ لا برضه. ولا many painting spaces were difficult to reach، كان صعب الوصول إليها، بيقول لك كانوا بيزحفوا كانوا بيصعدوا حاجات شديدة الانحدار. كلمة زي هنا عايدة على مين؟ قلنا على الأرتست، early artists الفنانين. طبقا للباسج، all of the following have caused damage to the paintings except، كل ده سبب ضرر على الكهف ما عدا ال temperature change، تغيرات لا ده أثرت. ايه movement حاجة الهواء، ولا water، ولا المية، ولا light الضوء، حاجة الهواء ده أثرت، لكن light الضوء لأن هو ما هو كهف مش داخل له ضوء طبعا. تمام، تبقى الناس استفادت من حل الواجب.